قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على منا طمنا على حالة الطقس، كمان نتعرف منها على أحوال الشوارع بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب. وقبل ده تجاوبنا على سؤال الحلقة، هل بتحتاج إن هي تبرر أفعالها أصلاً ولا لا؟ صباح الخير عليك منا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا منا. فارق عندك مبدأ التبرير أصلاً؟ ليه أنا ولا ليه أبرر؟ ليه أبرر؟ ليه حد يضغط حد ويضايقه لدرجة إن هو يحسسه بعدم الثقة بنفسه، فيضطر يدي مبررات ويضطر إن هو يقول حاجات؟ ليه الشخص ده يا إما مش مقتنع بيه كشخص، فده مش مقبول بالنسبة لي إن حد يبقى مش مقتنع بيا، أو لو هو مش مقتنع بيا هو حر، أو مش بيحبني فعايز يضايقني وبيضغطني فبيجبرني إني أبرر. مش بالضرورة كله يكون كده منه، يعني في بعض الأوقات بالفعل بيكون في أخطاء فعلا محتاجة توضح أو حاجات مش مفهومة، يعني بتحصل ساعات، بتحصل في أضيق نطاق. لكن فكرة التبرير عمال على بطال، أو التبرير المستمر أو التبرير الكتير، جوانا كانت بتقول في البداية مش معقولة كل واحد طول الوقت ماشي مش مفهوم، يعني مش طبيعي، مش ده يعني احنا كلنا يعني موجودين مع بعض بقالنا كتير، مش احنا كزملاء في البرنامج، يعني الناس بصفه عامه بتحتك، ما فيش حد بيبقى داخل دايره جديده مره واحده ويبتدي يبرر، يعني فالناس عارفه بعض. اللي بيزنق حد في كورنر ان هو مجبر انه يبرر، يعني ممكن حد يسالك، يعني ممكن حد منا يستفهم منك ليه منا مثلا حصل كذا او ليه، بيبقى باين قوي من صيغه السؤال، وبيبقى باين قوي من طريقه السؤال ومن درجه التكرار الموقف. يعني لما في بداية العلاقات لو الناس بتدخل شغل جديد مع بعض، لو الناس بتتعرف على بعض، مقبول جدا ان في الاول لغاية ما الناس تعرف تبع بعض ممكن حد يسأل. يعني لو هنقول انه في اضيق حدود، امتى ممكن تبرر؟ لولادي. شكرا لولادي. في كلمة واحدة جاوبت سؤالي. التبرير للأولاد في الفترة دي يمكن بقى كتير قوي، يمكن من ساعة ما بقينا بنعتمد أسلوب التربية الحديثة، ومن ساعة ما بقينا بنعتمد أسلوب النقاش المستمر مع أولادنا، كتير من الوقت بنضطر نبرر التصرفات، أو ده يمكن اللي بيحصل معايا. أكتر من كده أنا مش من هواة التبرير، ومش من هواة فكرة إن حد يضغط حد لغاية ما يحطه في مكان إن هو مضطر طول الوقت يشرح تصرفاته.